فكرة 48 ساعة ببساطة جدا هو ان احنا نجمع مجموعة من الشباب، بعضهم عندهم فكرة شوية صغيرة على تصوير الافلام، بعضهم عندهم فكرة عن HIV، بعضهم عندهم فكرة عن الاتنين، نجمعهم الاتنين مع بعض والناس دي كلها مع بعض ونديهم بعض التقنيات البسيطة قوي عن صناعة الافلام، بس الاهم كمان معلومات عن HIV. استفدت في الوركشوب كذا جزئيه، جزئيه خاصه بالصحه اللي هي معلومات عن الايدز والاتش اي في والكلام ده كله، وجزئيه الخاصه بالجانب التكنيكال ان انا خدت معلومات عن استخدام ادوات الصوت والمايكس والتوجيه المايك والحاجات دي كلها كانت جديده عليا خالص، الادوات نفسها عمري ما مسكتها قبل كده. تعلمنا حاجات كتير جدا في الورشة ديت، وعرفنا ان الايدز مرض عادي زي اي مرض، وما فيش حاجة اسمها وصمة عار. احنا المجتمع بتاعنا هو التابوهات اللي احنا عاملينها لنفسنا هي اللي بتظهر لنا ده. عجبتني قوي فكره او في الورشه اللي احنا اخذناها ان الايدز مرض زي كل الامراض، فاحنا ليه ما نخليش المتلقي او اللي هيشوف حاجه اللي احنا نعملها دي انه ما ينفرش من هذا المجتمع، او ان هو ما يخليش الانسان ده يموت مرتين بشكل او باخر، هو يساعده عشان يحيي حياه جديده وانه يتعايش عادي مع المرض ده. الفيلم بيتكلم عن تقبل الآخر وعن علاقة مريض الإيدز بالمجتمع، مجتمع كل الناس اللي فيه وشها متلون بالأبيض إلا هو الوحيد اللي وشه متلون بالأزرق، فكلهم شايفينه مختلف فقالوا إن هو عنده إيدز. أنا كنت ممثل مريض الإيدز وقد إيه هو بيعاني من الوصمة وقد إيه هو بيعاني من خوف من المجتمع. في الفيلم بتاعنا شفنا ازاي ان البنت من كتر ما هي كانت كان الناس بينصموها وان هم كلهم بعدوا عنها، ان هي ما لقيتش غير الدبدوب بس هو اللي يكلمها، وان هي تحكي له كل حاجه من غير ما يوجه لها كلمه تجرحها. افلام كلها المعنى بتاعها جميل يعني، بس في افلام كانت قويه في المسج بتاعتها، في افلام كانت قويه في الابداع والكرياتيفيتي، في افلام كانت قويه في التكنيكاليتي اكتر. احسن حاجه متهيالي ان انا لقيتها في الكام يوم دول الروح اللي بين الناس اللي موجودين واللي بين الناس اللي مشاركين، قد ايه بيساعدوا بعض، قد ايه بيحبوا بعض، قد ايه بيسالوا بعض، وهو ده اللي اتبنى عشانه الواي بير، وده اللي اتعمل عشانه الواي بير. حابين نقول للناس ان بلاش تحاربوا المرضى، ولكن حاربوا المرض نفسه عشان خاطر نقضي عليه في مصر.